بتشجعي فريق البرازيل بالمونديال؟ رح أعطيك فكرة مهضومة لإطلالة مميزة اعتمديها وقت تكوني عم تحضري الماتش مع أصحابك. جهزي شعرك المتوسط الطول وملتيه بواسطة مملس الشعر. علم البرازيل هو الأكسسوار يلي من خلاله رح تزيني إطلالتك. لف العلم على هيدا الشكل وبطريقة عفوية جمعي القماش لتحصلي على شكل رباط مستطيل. انتبهي انه يبقى العلم واضح ومبين كل الوانه. وهلأ صار الوقت تنطبق العلم على شكل توربان. لف راسك بهيدا الطريقة المميزة بشكل انه يكونوا اطراف العلم من الجهة الامامية. من الخلف تأكدي انه شعرك مصفف من دون اخطاء. وفي حال شد العلم شعرك بطريقة غلط، شد الخصل من تحت على هيدا الشكل. وبهيدي الخطوة جمعي أطراف العلم بربطة عادية وانتبهي لظهور الوبر بسبب شد الشعر. ما تخافي إذا تغير شكل شعرك بسبب الربطة، فيك ترتبيها من خلال سحب الخصل من تحت العلم. شد الربطة منيح وخبي الوبر تحتها. بالخطوة الأخيرة لفي أطراف العلم للداخل على هيدا الشكل. نفذي هيدي الخطوة على الجهة الثانية بس تتأكدي إنه نجحت بالجهة الأولى. هيدي الخطوة دقيقة بس كل مرة بتشد العلم بأطراف متساوية ما بتتعذبي بلفهم بالأخير. وهيك بتكوني زينتي إطلالتك البرازيلية بتربان مميز بالعلم البرازيلي. اللمسات الأخيرة لهالتسريحة لتتأكدي من ثبات التوربان على شعرك. إذا ضبطت معك التسريحة صوريلي وبعتيلي على جوجل بلس. لأي استفسار اكتبيلي بخانة التعليقات. تسريحة الرفعة الضفيرة الأنيقة. تابعيني بهيدا الفيديو لتحصلي على رفعة الضفيرة الأنيقة الخاصة بالشعر المتوسط الطول مع الغرة الأمامية المردودة.